الدراسة، كان في كلام انكم بنك الاستثمار بدأ يجدول جهات تانية، فانتوا ايه وضعك معاه؟ والله بالنسبة للكلام اللي انت بتتكلم فيه ده اللي هو المديونيات والحاجات دي، في عندنا في اسمه الدين المرحل اللي هو وصل ل 56 مليار جنيه، وده من الثمانينات مش من دلوقتي، يعني واخد بال حضرتك. وفي العجز الجاري اللي هو موجود نتيجة طبعا ايه تغطية الإيرادات بالتكاليف. احنا عندنا السكة الحديد طبعا زي ما انت عارف في مشكلة بتصادفنا اللي هي ايه، كل الأسعار بتاع المواد البترولية وقطع الغيار زادت نتيجة طبعا القرارات الأخيرة بتاعة تعويم الجنيه المصري أو رفع أسعار المواد البترولية. ورغم كده برضو إن احنا ما عندناش قدرة إن احنا نرفع سعر التذكرة، لأن دي لها قرارات سيادية.